السلام عليكم الزول، بون سوار. اليوم ثاني نتكلم على الحراقة ومآساة الحراقة ومسؤولية هذا النظام، ونحاولوا نفهموا شكون اللي تسبب في هذا الكارثة، ونفتحوا لكم ستاندار باش تحاولوا تشاركوا معنا ونحاولوا كل مع بعضنا البعض نفهموا واش راهو صاير. شكون كان يتصور يجي النهار ويوليو ولادنا يغامروا بحياتهم ويقطعوا البحور مشتين في المرار والغربة، ويغنيو الهربة تسلك الموت وياكلنا الحوت ولا حجرة الطاغوت. شكون كان يتصور يجي النهار الناس اللي فرضوا نفوسهم علينا على هذا البلاد المغبون يوليوا أقصح من الكولون، لا رحمة لا شفقة، وبقرة اليتامى اللي كنا كل نتقوتوا منها ذبحوها وكلوها شواء. شكون كان يتصور يجي النهار ويحرضونا ضد بعضنا البعض، ولاد الشعب ضد ولاد الشعب، في الوقت من ولادهم ولادهم هما متبحبحين متنعنعين متشخشخين من هذا بقرة اليتامى اللي ذبحوها وكلوها شواء، في الوقت وين ولادنا ياكلهم الحوت وتديهم الموت. شكون كان يتصور باللي يولي الحلم تاع ملايين الجزائريين انهم يغادروا العش الحنين، يغادروا الأميمة اللي تبكي عليهم ويتغربوا في بلاد الناس؟ هذا ما يجرى الشعب اللي خلى الذيب يرعى بماله، اللي سمح للقملة تسكن جلده، اللي سمح للخبيث يتولى أمره. اليوم اليوم هادي هي. السلام عليكم ناس مرافق، معيتو تعسو ربنا عليكم بزاف صاي، عيتونا هربنا اولا شوفو اغي تعقلتوما كرانا منكم، عاون روحك بوتفليقة، عاون روحك اوباما بيع كاع البترول بيع الراس عند ربي يقرا الله على البترول. اليوم الحمد لله يا ربي قدر خير ربي، ربي قدرنا جرا مورانا لا مارين عامليك تاع الترك حبوا يرجعونا وما حبسنا لهمش، عامليك لا مارين تاع اليونان راهم يوصلوا فينا عامليك ديك بلاد الحق في الجزائر يقتلوك يديروا عليك بالسلاح فنجي حارك ويدوك ستور حبس. الحمد لله يا ربي تهنينا ما ديك البلاد كو عايشين وكو تعايش سعادة ما تشترى بمال كما يقولوا السوارة عملي خاصنا فلسطين شهداء فلسطين شهداء فلسطين طابوطان. الخطوط مفتوحة لكم، الرقم قدامكم، مرحبا بكم اذا تحوسوا تعبروا بالشيء اللي في قلوبكم وتتكلموا لنا على هذا المأساة تاع اولادنا اللي راهم قاعدين يغامروا بنفسهم في البحور. في انتظاركم صوره تشوفوها.
سعيد من سطيف. سعيد تفضل سي سعيد. سعيد من سطيف. سعيد معنا سعيد. سعيد من سطيف. من؟ تفضل سي سعيد. الو سي ما نسمعوا في السعيد نفوتوا محمد اللي سندي. تفضل سي محمد. يا خويا انا يعطيكم الصحه ولا فرميه صلاة تلفوني. انا في المغاربيه وانا نشوف فيها مشي تامل الدين. انا نسمعوا فيك. تفضل تفضل انا نسمعوا فيك سي محمد. الله 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 هذا الكراج مساكن هذوك ولادهم هذوك والديهم لا يموتوا لا يخلوا فيهم يروحوا. والبلاد هذه ما عندناش مولاها. البلاد هذه لازم ننوضوا ليها كامل. لازم ننوضوا ليها كامل كاسمع. بارك الله فيك سعيد من سطيف. الزاهي لا محمد من اللوسندي. الزاهي من غليزان معنا. الزاهي من غليزان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي. شوف يا أخي الكريم ربي واحد. نعم. شوف غير الدولة مجحفة. الشعب تاعنا ثاني ما يخدمش. ما يا أخي. أنا نسمع فيك. تفضل تفضل. قلت لك الدولة مجحفة والشعب تاعنا ثاني ما يخدمش. ولا جوناس تردي. سيكون راهم يحبوا. أكبر؟ نعم نعم أنا نسمع فيك. واش نقولوا احنا نقولوا الله يهدي الجميع وخلاص. آمين آمين رب العالمين. محمد من بليدة. محمد من بليدة. وي السلام عليكم. وعليكم السلام أهلا بك سي محمد. خويا الناس هذو اللي راهم ساكنين يحرقوا هذو لي جون. نعم. هذو علاه منين؟ من الظلم والفساد. وما كاش لا ليجيتيميتي ما كاش الشرعية. الناس هذو اللي راهم يحكموا دركا. سرقوا البلاد سرقوا 1500 مليار دولار ما خلى والو لي جون. قلنا ونرد على هذا خدموا على من البارح اللي هضر قال محسوب يلزم الشعب الجزائري يصبر خاطش هو راه عايش في فرنسا يضرب في الكروفات. قال لهم يتملوا يصبروا 130 سنه تاع استعمار تاع فرنسا و60 سنه تاع استعمار تاع هذا النظام الاستبدادي السارق. حب يقول 190 سنه وما يضربوا في الكروفات ليه ومتواطئين مع النظام هذا ويأيدوا في النظام هذا يا ويقول للشعب الجزائري أصبر. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي محمد. موسى من مستغانيم. موسى من مستغانيم تفضل. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أهلا بك سي موسى. لاباس غايا. لاباس غايا الحمد لله. يا الجزائر هذه يا الجزائر هذه راهي نبيعوها على الحاج. تفضل تفضل. الو تفضل نسمعوا فيك. يلا انا في الالبني. تفضل يا اخي تفضل. فقدناه. فتحي من سوق هراس. تفضل سي فتحي. فتحي من سوق هراس. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام نسمعوا بك سي فتحي نسمعوا فيك. تفضل. لاباس خويا عيش يبارك فيك الحمد لله. شوف اخويا نحن هنا في الجزائر. نعم. رغم ان وصولنا راه مكلون الطوقات هذه صعب لكل الحوت لكل الحوت وما نبقاش عند الطوقات هذوما. نعم نعم. مكاك يقولوا نعطيك حاجه اخويا حتى من الجيش حتى من الجيش والله يحفظ. صح. باش تحطها في بالك مليح. نعم. بارك الله فيك سي فتحي. ماناش نسمعوا فيك مليح للاسف الشديد. نذير من الجلفه. تفضل سي نذير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا جمال وكيفك اخويا؟ لاباس خويا يبارك فيك الحمد لله. عليك. والله نحمد ربي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على خير. يا اخويا راكم في راكم في الفلوس. راكم في السجن تاع الحرقه. ماذا بيك تبعد شويه من التلفزيون باش نسمعوك خاطرك شيك سو بروبليم. وي انا عندي واحد التلفزيون. وي انا تفضل تفضل سي نذير. بغيت تسمع بيا مليح. انا نسمع فيك درك لا باس.
الله يسلمك ويعطيك الصحة. يسلمك. يا سي جمال. أنا. أسمع فيها. أشوف. نسمع أسمع. فيك. أنا. راني أنا من الجلسة. وراكم تهضروا عم بالي راكم تهضروا على حكاية الحرقة هذه تاع الشديدة. كيفا؟ أنا. أسمع شوف نقول لك كلمة هذه الشديدة وين قاعدين يرحم والديك. هذا في هذا كوناتيل الاس ان بي سون نون بيرجي أو لا بيرجي سون نون دوفو 62 راه ما كاين والو هاد الناس هاد الناس اللي تحكم فينا ما حبوش يحجموا دوفو 62 هما ياكلوا ويشربوا ويسكروا في هذا الشعب سمعت فيا وما حبوش ما حبوش يخلوا طريق من الناس اللي جات الاستيوار اللي عندنا الشبيبه هذو اللي شطوطوا في ديبلومي ورانا في فيسومادون بارك الله فيك بارك الله فيك سي نذير معنا رشيد من الجزائر العاصمه رشيد السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بك سي رشيد شو كاين زوج كلمات كاين ويحيى واش قال انا قال ثم جوز وعدت ثلاث مرات قال باللي اولادنا ما يقولش اولادنا اولاده راهم لاباس بهم قاعدين في ظافر وراهم في الخارج عايشين يقول ولادكم هذه وحده وثانيا هذ الناس لما يديروا اضرابات قال لك غير شرعيين ويجوزهم هما غير شرعيين كيف يقول لك الاضراب غير شرعي وهما من رايح حلو هود غير شرعيين زوج كلمات بارك الله فيك بارك الله فيك عبد القادر من سعيده الو اهلا سي عبد القادر تفضل على سلامتك سي يسلمك اهلا بك مرحبا بك يا سيدي كريم اهلا انا نحمل المسؤوليه الاخلاقيه والسياسيه والدينيه نحملها للفئه اللي نحمي بها النظام وبصراحه الفئه اللي تحمي بها النظام هي المؤسسه العسكريه المؤسسة العسكرية لها طاقم انتخابيين وكافة كرامتها وكرامت عائلتها محاربة الشعب الجزائري مشي دائما ابو تخليقه ولا ابو اذا انا بصراحة نحمل المسؤولية للمؤسسة العسكرية اللي لها تحمي فيها النظام وامن شرعي اذا ركبوا بكم وبارك الله فيك سي عبد القادر معنا جمال من بتنا سي جمال تفضل الله تعالى بركاته اهلا بك اخويا السلام ورحمه الله اهلا سي جمال والله يا اخي لما نتكلموا على الحرقه نعم لابد ان يعلم الشعب الجزائري ان الحرقه في السابق كان مجرد بعض مجموعات قليله من الشبان يعني ربما بسبب البطاله باسباب اخرى لكن الان أصبحت عائلات بأكملها بأبنائها ورضاعها وشيوخها وكهولها كلها تحضر لسنوات من أجل حرقة أنا نعرف عائلات باعوا يعني حتى الذهب نتاع العائلة فيهم من رهنوا بيت كامل من أجل حرقة لابد من معالجة ما هي الأسباب هناك أسباب كثيرة ومتعددة فالسبب الأول هو هذه الخطابات التيئيسية من المسؤولين يعني وليس هذه السنة فقط منذ سنوات يعني هذه تراكمات عندها سنوات خاصة منذ مجيء بوتفليقة من 2009 إلى يومنا هذا خاصة السنوات الأخيرة البطالة الحجرة الظلم يعني استخدام القوة من طرف السلطة احنا شفنا شباب حرقوا والله نعرفوهم شخصيا يحملون شهادات عليا شهادات جامعية هناك أطباء هناك مهندسين هناك رسامين يعني جميع الشرائح نتاع المجتمع وهذا تحدي للسلطة هذا تحدي للسلطة أنا نقول لهم صدقني لو يفتحوا يعني السواحل لن يبقى شاب جزائري رغم أننا ضد الحرقة احنا نتمنوا النهار اللي يوقف فيه الشباب لهؤلاء لازم هما اللي يحرقوا كما قضية بن علي هرب لازم ويحيى وسعيد بوتفليقة وجاي اليوم نتاعهم هما اللي يهرقوا ويهربوا وكذلك نحملوا المسؤولية يا سي جمال للمؤسسات الغير شرعية
هي غير شرعية لكن تحمل مسؤولية، هي قابلة بالتصوير. هل سمعنا في يوم من الأيام أن البرلمان الغير الشرعي الجزائري ناقش هذه القضية؟ احنا نشوف الذين لفظهم البحر بالمئات، والذين يعني سفروا من قبل الدول التي سافروا إليها إما السجن وإما 5 إلى 10 ملايين غرامة، هكذا يزيدوا يعني. بارك الله فيك سي جمال، بارك الله فيك. أنا مضطر نقطعك للأسف الشديد، خطكشي عندنا وقت ما لازمش نفوتوه باش نسمحوا للخاوة الأخرين اللي ينتظروا ويعيطوا بالجزائر والحالة غالية شوية. صور ثم نرجعوا للهاتف. الحاشية حاشا في الرياح عشوية وحدي لا محمد عيط عيط عدا عيط شوت عليك محمد كله إن شاء الله نحكي محمد سيبوها لا غالب هذه يبتدي زعما ديما كيف تحرمل ايه حاشا 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 سعيد مستغنيم، اهلا بك سي سعيد. السلام عليكم مسيو. وعليكم السلام. اهلا بك خويا، مرحبا. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la pour l'émission. Je vous suis tout le temps. Merci à vous. Barakallahu fik. Permettez-moi de vous poser une question. Je vous en prie. Entre Algériens. Oui. En voyant ces images, j'aimerais bien savoir quel effet ça vous fait. Ça me déchire le cœur. Alors, l'affaire est close. Oui. Ils n'ont rien d'algérianité. C'est responsable et je prends la responsabilité. Les Bouteflika, les Haddad, les Tliba, les Roules, ils n'ont rien d'Algérien. Et continuez, et je vous souhaite une bonne continuation, M. Jamel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Barakallahu fik. Je crois que les Algériens fihem le mlih ou fihem le qbih. Fihem le nas le mlih ou fihem le kul nou'. Je préfère dire que les gens qui hikmouna ma fihemch rihet rjala. وما فيهمش ريحة الكرماء، وما فيهمش ريحة النبلاء، وما يستاهلوش يقولوا احنا لا دينيريتير دو لالان، وحنا لا دينيريتير دو لوجيتيا، وحنا لي دينيريتي دو العربي بن مهيدي، وحنا اللي كنا مجاهدين، وحنا اللي حررنا هالبلاد. شكون معنا؟ بلواري من مستغانم، مرحبا بك. اهلا بك. كيفاش راك؟ صافا؟ لاباس خويا، عايشك تفضل. الحمد لله يا ربي، والله لا نشكر المغاربيه وكلكم راكم واقفين على كبيره وصغيره ان شاء الله. يسلمك. انا فيما يخص هذا الموضوع الكبيره تاع الحرقه، والله العظيم بكل صراحه خاوتي الشباب هذو يغيضوني بزاف بزاف. وي. بصح من ناحيه واش راني نشوف واش راه صار هنا في البلاد، ايدهم على الحرقه. انا كون مشي عندي زوجه اولادي نحرق، ما نقعدش هذه في البلاد. وما وين الحل؟ الحل كاع الناس يعرفوا تورا المشكل هذا، والحل باين. الحل في عائله بوتفليقيه واحمد ويحيى ولد عباس، هادو بعد ما تسمع الاسامي تاعهم تشمئز، ما تنجمش تكمل النهار. كي تشوف انا كي نشوف ويحيى في التلفزيون يخطب، سيبو الخطاب مهزله، ما يعرفوش ما فاهم، يهضروا مع الشباب يقول لك ولادنا. احنا ماشي ولادك، ولادك راهم عايشين لا بيلفي. بارك الله فيك. كريم من الجزائر. كريم 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 من الجزائر، واش راك لاباس؟ لاباس خويا، مرحبا بك. الله يربي عليك والله صور عليك، الحمد لله. يسلمك خويا. يا خويا في مثلا الحلقه هذه، وامني بالله غير نعرف 3 فامي غير معولين كانوا يخرجوا اليوم. سمعت؟ نعم. رايحين حراقه، فهمني؟ نعم. معولين يروحوا اليوم، كانوا موفيطوا هنا في الجزائر. راني نفس ما نلتهي باش نروحوا. الناس لا حول ولا قوه، عندهم مول 60 سنه حوس على السكنه، مول 40 سنه حوس على السكنه، مول 20 سنه واش يقول؟ واش يخمم؟ يخمم يحرق بس. صح. هذا واش كاين؟ ديجا كي تسال فاطيني وتشوف هذاك ويحيى وتشوف هذاك ولد عباس واخرين تشبع خلاص، سي بون. البريزيدون تشوفه في شريطه، مرة مين تقول هذا البريزيدون هذا؟ هذا ما يمثلني مثل الرحم هذا.
هذه هي. بارك الله فيك سي كريم، يعطيك الصحة. معنا خونا المناضل اللي نحبوه بزاف الياس فيلالي اللي في كل الجبهات، وبارك الله فيه وربي يقوم إن شاء الله بكل فرح وسرور. الياس فيلالي مرحبا بك. أهلا أخويا جمال، والله غنشكرك نشكرك كثير على هذه الحصة. يسلمك. ونشكر المتدخلين اليوم، كان عندك متدخلين في القمة. ربي يعيشك الياس، ربي يعيشك ونبانو حنا معك حتى يا خويا. حنا رانا عندنا قناة تلفزيون وكذا ومن وما راناش نديرو كيما راك دير انت. لا والله بفضل الله ان شاء الله احنا نتمنى ان الشباب ما يحركوش باش نغيروا الوضع هنا، باسكو استاذ جمال لما الكل يهرب يعني راح نخلي لهم لو تيران يعني يخلوهم البلاد. هذه الغلطه، هذه انا نفهم فاهم الشاب اللي عارفين شايفين العرقه نتاعهم وشايفين يعني كيف الشاب يهرب من البيت يا استاذ جمال. كومون ان جونوم يعني فوين سا فامي، لو كان فيها الحب، لو كان فيها الوئام، لو كان فيها الاهتمام، لو كان فيها يعني الاحترام. الناس هاربه من الضيق، هاربه من الفقر، هاربه من راهو يشوف الشاب الجزائري، راهو يشوف ما عندوش شونس بور افوار ان لوجمون. لو ترافاي ميم سي ترافاي كلش بالمعرفه 65% دي بوست راميتو بالمعرفه، هذه في فلابيس الجزائريين. ميم لي سالير هادو، لي سالير سي بيرس دوبوي 2012 لي سالير نو با بوجي. كان سالير بور لي الجزائريين، ميم لا كلاس مويان، يا بلي دو كلاس مويان. يا بلي دو كلاس مويان، لا كلاس مويان سي تي فوندو كار لا كلاس، راهي في الفقر. الشاب راهو يشوف. على بالك الياس، يا الياس. الزواج. الياس، يا الياس. راك تسمع فيا الياس. اسمع فيك. على بالك باللي كاينه فئه من المجتمع اللي راهي قلوبها قلب نتاعهم يحرق فيهم، لو كان يصيبوا هما اللي يحرقوا الاولين، ولكن للاسف الشديد ما يقدروش. وانا ماذا بيا تقول لي انت شكون هذا الناس هذا؟ نشوف تلقاهم ولا لا؟ والله كاين ناس اللي راهم كاين كثير ناس، ولكن حرقه كحب البلاد ماهمش حابين يخلوا. يا دي جون كي سون تران دو ميليتي بور سو بي بور لي دروا دي بوفر، يعني كاين ناس كثير عندهم امكانيات باش يروحوا وماهمش حابين يروحوا قاعدين في البلاد هنا. يعني هي على كل حال يميت بور لي دروا دو بوبيلاسيون كي يعني رايح الشعب هذا المحظور، الشعب المحروم من جميع حقوقه. اليوم الشاب الجزائري يا استاذ يعني راهو يشوف خاصه الفيسبوك اللي كان تاع شفت الظاهره، نشوف الصور نتاع الشباب يروح يروحوا يجي يولي بامكانيات، يولي بوجهه مليح، سنانه ملاح، يشوفوا عندنا افنير، راح يفواياجي، راهو يشوف لي زيماج. الجزائريه اليوم ما بقاش يشوف، يعني لما تشوف انت ويحيى وتشوف كل النشره تاع الثمانيه ونحمل كل الصحفيين، حتى خاص القناة التلفزيون الوطنية اللي هم راهم وسيلة تاع كذب على هذا الشعب، ما يلقاوش الأسباب، لأن هم عارفين أن هذا النظام يكذب، وهذا النظام راهو يبيع في الوهن الشعب الجزائري، وبالتالي الشعب الجزائري ما بقاش يعمل. من لما يشوف واحد كيما يحيى ولا يشوف الرئيس تاعو مقعد ويشوف المسؤولين كلهم يعني كبير من يعني يشوف السرقه ويشوف يعني العدل اللي ما كانش، ويشوف المحسوبيه، ويشوف الرشوه اللي، ويشوف البلد يعني توسخ، يعني اي امل؟ يعني لما تشوف انت انسان شاب عنده شهادات كبيره ومقعد، لما تشوف شاب قرا ليسونس وجاب الماستر ويبيع فرنسي في اي تي 20 دينار، ميم با 200، ميم با 100 يورو، ميم با 100 يورو يا جمال، واش من افونير عنده شاب جزائري؟ سيدي هذا الحرقه هذه يعني انا نتفهم لما شاب يشوف الشرطه كيفاش يهينوا الاطباء، والشرطه كيفاش يهينوا المضربين، وحتى في الاداره وعدم الاهتمام بشؤون هذا الشاب، ولما يروح يدير لونساج يطلبوا الرشوه، وين يروح مقفول عليه ما عنده حتى قيمه، فيهرب يقول انا نعيش مع البشر، لان هنا يعني الشاب اللي وانا نفهم انا راهو عايش في مجتمع ما لا يرحم، هذا هو الواقع الاليم. بارك الله فيك خويا الياس، بارك الله فيك. ستوندار راهو قاعد يعيط. نشكرك بزاف خويا الياس، نتمنى وتكون معنا
أكثر في قناة المغاربية، مرحبا بك كل وقت. قبل ما نغادروا الياس، الفئة اللي كنت تكلم لكم عليها اللي كل قلوبهم تحركوا يسيبوا يحرقوا يروحوا يغادروا البلاد وين محقورين، هما لي زونديكابي، الناس المعوقين ولا في حالة إعاقة في بلادهم، راهم في الجحيم. يعطيوهم المخير فيهم يعطيوها 4000 دينار في الشهر، وهما ما بين 2 ملايين و 6 ملايين، حتى من الأرقام ما حبوش يعطيوها منا. ولا في الجزائر بالنسبة لهم هما الناس هذم هالفئة، بالنسبة لهم هنا في الأوروب جنة مدام المعوق هنا أخر لما يديش خلاص يدي 700 أورو في الشهر، مع توت لي بريزون شارج، مع التروطوارات مخدومين، لي زاسونسور، لي زاكسي، الماتيريال، لي فوتي رولون، لا بريزون شارج ميديكال ايتترا، ويديو 700 أورو في الشهر على الاقل. نزوجوا صور ونرجع لكم. أخشى بالله كيعطي لك وعد ونروح الخارج، ما نقعدش في البلاد هذه، ما نقعدش. الشعب مغدد، الشعب محقور. أعطيني الدراهم نقضيك. عمر من برج منيل. السلام عليكم. وعليكم السلام سي عمر. بغيت ندخل في الأخر هذا، علاش اخترت تموت في البحرية ولدي العزيز؟ اخترت تموت في البحرية بابا العزيز، من الحقرة وحكم الوحشي والبوليسي ديما مورايا وتسقسي، عشت في بلادي محبور، ما لقيت حد يدافع عني، واش ندير؟ كرهوني بلادي وحياتي، ديما في كوميشارية، زوروا لي الدوسي، حولوا العدالة، أنا صغير ومريض وحفيان وعريان، ما عندي رفد الشماء. ساموني بالمتاجرة والمخدرات، ما كان لا شاري لا بائع. بارك الله فيك سي عمر، بارك الله فيك. أنا ماذا بيا يسمعك حداد، ويسمعك ولد عباس، ويسمعك جماعة جمايح هذوك اللي راهم يقول لك أنا في رحمة ربي. وشخوني مولاي، ماشي جزائري، لأن بلاد الرشوة والحقرة. بارك الله فيك سي عمر، سامحني نقطع لك الكلام. عبد الناصر من الجزائر. خويا جمال. نعم. واش راك خويا جمال بخير؟ لاباس خويا والله يبارك فيك، نحمد ربي الحمد لله. ما تنسناش ليميسيون تاع الجزائر العاصمة. خويا جمال، طون طون يفو فيلم تي تريبتور. نعم. على الأقل أومونتر أن بو بون كوتي دي شوز. شوف خويا جمال، البروبليم تاع الحرق هذا والغيلة لوين دتر فينومين يزولي زمان، طون زون طون سمعوا الناس حرقت. خويا جمال دين، هذا البروبليم سي ان بروبليم اكزيستونسيال، وي سي ان فينومين. الناس غي تحرق اون ديزيسبور دو كوز، ما كانش حل. علاه قلت لك؟ يعني في الحقيقه سي ان بروبليم اكزيستونسيال. اون فا فينير كاع كوم سا، اللي ياكلوا البحر ياكلوا البحر، اللي ياكلوا الفقر ياكلوا الفقر، واللي ياكلوا المرض ياكلوا المرض، وانسي تويت. والجزائريين تاعنا ولا الشعب الجزائري يبي با كوا اكزيستي افيك ان ريجيم باراي. شوف لا ديكلاراسيون تاعو يحيى، انا جوني سويتي كو لي سوسيولوج ولا لي بسيكولوج يزاناليز لا ديكلاراسيون تاعو يحيى. خويا جمال الدين، هذيك سي ديكلاراسيون دو ميبري. واحد اللي يقول لك تروح لاوروبا باش تلقط طوماطيش، يقولي لو يدير تو سامبلومون وزات ان انديجين، هذا واش تعرف الدير. قالوا كل فينومان خويا جمال، ونختم حق ربي، يا لي جنهم يحرقوا والله العظيم غير سي جوناس اونور. علاه؟ باسكو يلفو عليا اون اوروب وريوسير، دونك سي كيلكان كي يعمل لا ريوسيت. وفر الظروف هنا لالجيريان سي ان كومبيتيتور يلفو ريوسير، مي مالوريزمون قتلوه.
حتموا عليه الحرقه. فوالا ان بو لو بروبليم كي سو بوز ان الجيري. مي نو سوم توس دون فاسون او دون اوتر ريسبونسابل دو سيت سيتوياسيون ا دي دوغري ديفيرون. وربي جا نخلي البلاد هذه. امين رب العالمين. بارك الله فيك. كي جابور دو لو ا فوتر مولان بور فو رابلي que il y a un minimum, je dis bien un minimum, de 200 000 Algériens, 200 000 Jazairi, hamlin shahadat ulia. Ou من 200 000 هذم كاين أغلبية أكل حكمين مناصب عمل تاع لي كادر. وما نهضروش على الحراقة ديبلومي. حراق هو خارج من الجامعة. معنا الحاج من تيارت. أهلا بك الحاج. حاج من تيارت. هلوي هلوي. اهلا بك الحاج، مرحبا بك. يسلمكم، كي راكم؟ لاباس؟ لاباس غايه. الحمد لله. لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. الحمد لله. وي تفضل سي الحاج. انا نسمع فيك. تالور فوز بارلي دي زونديكابي. نعم. هي با كو لي زونديكابي كي سون لي اون الجيري. جو سي. نو نو سوم دي زيكس فونكسيونير. وي. On a des rangs d'accidents de travail. Madame. On n'a pas vu la valorisation qu'a été les accidents de travail depuis 2008. Madame. Et malgré les interventions et les lettres qui ont été écrites, rien n'a été fait à ce jour. Alors imaginez-vous un fonctionnaire handicapé qui a une petite honte d'accident de travail. Et qui, depuis 2008, n'a pas vu de la valorisation. Ça fait la cinquième valorisation qui a été faite au niveau du ministère de l'Intérieur. Rien n'a été fait pour ces gens qui sont victimes d'accidents de travail. Et j'attire votre attention, c'est la deuxième fois que nous avons parlé de Magharibia à ce jour. Rien n'a été fait. Al-Haj, Al-Haj, ماذا بك دروكي هضروا معك في لا ريجي؟ خلي لي الهاتف نتاعك باش نكلمك، نشوفوا كيف نتكلموا على القضيه هذه، نديروا لها حصه ان شاء الله ونتكلموا عليها. بارك الله فيك. معنا مالك من الجزائر. مالك. مالك ولا عبد الملك، مرحبا بك. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، اهلا بك خويا، مرحبا بك. يا خويا سي تان بليزير دو فو بارلي. ميرسي بوكو، تو البليزير اي بور موا مون شير امي. الله يفترك. سي جمال، عمك حنا ماشي غير ماشي غير اللي جون يحبوا يهربوا، ما اللي جون يحبوا يهربوا. على بالي على بالي. كرهنا. على بالي. أنا كوفوي كوفوي أو يحيى. سي تبديل جوسبوا. كوفوي سور الانترنت، كوفوي سون فيس أمين هذاك عندك كاس دو شامبان في يده. Entouré avec des femmes. Tous ses enfants sont en Angleterre, ouais. Hier, sur l'internet, il y avait une liste sur la soumette. Gaïs nous fait un rajouté de l'étranger. Quand il y a une fille avec un ambassadeur qui a l'Algérie, les Émirats arabes. Là, chauffe à Khoya Malik. Il y a 22 ans, elle est en Genève. شوف اخويا مالك، انا ماذا بيا ما نمسوش العرض تاع الناس مهما كانوا. اختكش الشيء هذا ما دابور مش مؤكد. ماذا بينا ما نسميوش العائلات، احنا في العادات نتاعنا ما نسميوش بنات الناس ونساء الرجال وهذاك مهما كان، ما نتكلموش عليهم. اما اذا باش يشرب الشمباني ولا يشرب الروج ولا يشرب التيفيس ولا يشرب وش يحب، بصوارده حر، واحد ما يهضر معاه. المهم ما يشربهمش، ما يزهاش بصوارد الشعب. وماذا بينا ما نتكلموش على العرض تاع الناس، حنا نتكلموا على النظام وعلى الناس المفسدين السراق الكذابين القتالين، نهضروا عليهم هما ما نهضروش على العائلات نتاعهم. بارك الله فيك خويا مالك. بن عوده من غاليزان، تفضل سي بن عوده. اهلا اخي جمال. اهلا بك خويا، مرحبا بك. لاباس الحمد لله. الحمد لله. عندي اختي معوقة. نعم. أيوه كتكلف 4000 دينار. نعم. أيوه قل له هذا. قلعوها لها. قالوها لها وقالوا لي من واحد لاباس، رحت عند المدير تاع ضمن الاجتماعي.
قال لي عندها الروتر تاع باباها. وي تخلص غير 200,000 برك. نعم هذا كان عندها 200,000 برك تاع تسمى حتى من 4,000 دينار هذه وما خلاوها لهاش يعني يا عجبها يا سبحان الله العظيم. الناس اللي يضربوا دي مليار دولار اون كوميسيون سور لي زارمومون وسير لي كونترا سور لي زافيون سور لي كذا لي كونت تاعهم تاع الخارج تعمروا بالدراهم ويدخلوا معوق ولا معوقه ب 2000 دينار صاف دي كواس. والله ما خلوها لها. انا رحت عند المدير تاع العلاقات هضرت معاه قال لي هذه عند الدوله قال لي احنا قاطين احنا. ربي معاك. واش نقول لك ربي معاك وان شاء الله الشعب هذا والمجتمع هذا يتحزم على الاقل من اجل الضعفاء اللي في وسطه في الخارج. وانا سامحوني اني قدام مره قلتها لكم ولكن نجد نقولها لكم في الخارج هنا المعوقين. انا ولدي اسمه براني جا موش ولدهم جا من هيه معوق كان في البلاد كان واش نقول لك يعني حرنا عدنا في قلوبنا الداخل نقولوا بالك الا ربما كون يتوفى خير. هاو باش نقول لكم يعني صراحه يعني ما باسكو ما كان حتى مخرج ما عندوش تكفيفوت النهار نتاعو لا مو مرضت وانا مرضت العائله تاعنا كل مرضت قاعدين نشوفوا فيها هيك مسكين. جا هنا لفرنسا درك راهو في ان سونتر وفي السونتر هذا في 20 واحد والناس اللي قايمين بهم اكثر من العدد تاع لي بونسيونير في واحد 30 واحد فيهم حتى بسيكياتر ويديهم للبارك ويديهم للجبل ويديهم للسكي ويديهم لا كومباني ويديهم كذا ما يخصهم والو ويجيه تاكسي الصباح يديه ويجيه تاكسي العشيه يرجعوا للدار ويعطيوه 700 يورو كل شهر نحطوها له في الكونت نتاعو ممو العين دارينو هو ممو العين تاع المجتمع. هذا المجتمع مش مسلم صح من نهار ما يظلش النهار كامل هو يصلي ويحكي ويقول لك سيدنا يونس في كرش الحوته وكذا وكذا ولكن في الممارسه تاعو اليوميه سي ان فري هذا اللي يامن بربي تاع الصح وهذا اللي يامن بالشعوب وبحق الشعوب واللي يتحزم من اجل الضعفاء لي ريش يباي دي زامبو بور كو لي بوغ نو مانك دو ريان. معنا مراد من بومرداس سامحوني اذا تقلقت شويه. مراد من بومرداس. وي خويا تفضل سي مراد سامحوني اذا شويه تزيدت في معليش يبارك فيك. ليسونسيال على القضيه تاع الحرقه. نعم كل واحد دو رايو كل واحد كيفاش يشوف في الامور. نعم تفضل في رايي ماشي غير يصرى بروبلام نبداو نهربوا ونخليو البروبلام كيما راه. نعم وبالنسبه لو كان نشوفوا غير المثال بسيط هو انه كي دخلت فرنسا ماشي كاع الناس جهدت صح كاين اللي سمحوا في ولادهم وراحوا وخلوهم كاين اللي طلعوا للجبل وحاربوا كاين اللي وصبروا حتى خرجت فرنسا. نعم في رايي ماشي غير اللي ييأس في لحظه ولا ما لقاش خدمه يهرب يحكم فلوكه ويجي هارب من البلاد يريسكي بحياته ويريسكي لافينير تاعو بالك يعقل تما يزيد يدخل الحبس بالك يزيد يلقى بروبليم واحد اخر ويخلي الغول هنا في البلاد. الوغ كو نورمالمون الغول هذا نقابلوه معليش في بلادنا نقابلوه حتى نشوفوا حل. صح بارك الله فيك سي مراد من بومرداس. مجيد من بجايه. مجيد الو اهلا بك سي مجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك سي مجيد. بون انا نعطي الراي على لي جان هذو الحراقه. نعم هذو سي دي فري الجيريان سي دي انتيليكتويال سي با ديزابيليتي. الناس اللي يحبوا الجزائر ما هربوش في الجزائر هربوا على جال النظام هذا إجا باش يركبوا في البحر باش يحلقوا غير خلصوا رشوه
والناس اللي خرجوا بالفيزا وما رجعوش بعدهم الفيزا بسبعين بثمانين مليون، انا وليدي منهم. فهمتني؟ وليدك حراق؟ وليدك حراق؟ حرقوا. نعم. في ديزانتيليكتويال الرجال. نعم. هادو ما شراهمش بوتفليقه بلي كاميونات ولا بلي شوشوار. وي. هادو يروح يموتوا في البحر خير ما يموتوا في السيلون. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك سي مجايا. شحال مره الهضره تاع الجزائريين قدش ايسوا قدش يعني توصلوا يعني اليأس، توصلوا للديزيسبواغ لا ديتريس. فرانشمون يا دو كوا سو جو نسي با كوا فيغ. معنا سمير، هو في باريس، حرق هرب من البلاد وراهو اليوم في باريس. مرحبا بك سمير. مرحبا بك خويا والسلام عليكم. وعليكم السلام. يعني تسمعونا. تفضل سي سمير. انت منين من الجزائر خويا؟ انا من سطيف. من سطيف، خيار الناس. وكيفا وش من وقت حرقت؟ اون 2013. دروك هذه عندك قريب اربع سنين. عندي اربع سنين ونص. ودروك راك درت كواغتك ولا مازال؟ مازال بيانتو ان شاء الله، مي رانا نستناو فيهم ان شاء الله. اربع سنين بلا كواغت، وكيف دير باش تعيش، باش تخدم، باش تدبر راسك؟ باش تدبر راسك لازم واحد يبوجي شويه. نقول لكم بلي سي با فريمون فاسيل لي برومي طون. وي. مي اون توكا خير دبر راسك هنايا خير من البلاد، ساجيغ في البلاد في بيغ دو طون. وي. هنا سي اون بيغ لو طون ان جور اوتوماتيكمون سي سيغ اون فافواغ واش نحتاجو ولا ما على بالناش. مي اون توكا في البلاد ما كاش ني لافونير ني ريان دي تو، يا با ليسبواغ يا ريان. كيفا حركت باش جيت من البلاد لهنا؟ ايه رحنا لتركيا، ابخي لتركيا لازم تخلص باش تخرج لاكريس، ابخي هذيك ليا لتيربي البرد كتيرا. والوالدين كش ما تشوفهم كش ما تلاقى بهم؟ انا في التليفون عيطوا لهم صافا، دركوا يفون كون ميم بيبو راسوري بارابور لي ديبي سي فري. نعم. ما جاوكش في فرنسا؟ ما جاوش طلعوا عليك؟ نو مازال ما جاوش ان شاء الله، من قريب يجوا ان شاء الله بالك للصيف. وان شاء الله قريب دير كواغتك؟ ان شاء الله، واذا كتب ربي ان شاء الله. وان شاء الله نهار دير كواغتك وتروح ان شاء الله نتمناو لك دير العرس ويستناوك الاهل ليه ويفرحوا بك. العرس جو بونس باسكو مازال غير كوا ماشي ما جيناش باركي على جال المعيشه. نعم. ميم العرس واعر لهيه، لازم لابارور تاع لا تركي شومبراكوش الله الله، ما نقدروش كاع لهذوما. كش ما عندك ميساج تبعثو لوالديك؟ ما عندي والو، راني نعيط لهم ديجا الصباح. الحمد لله، بارك الله فيك. وفيك بارك يا خويا. بارك الله فيك، يسلمك. معنا ثاني حراق واحد اخر، خونا في ليل عبد الله. مرحبا بك خويا عبد الله. وي خويا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مالا من ولادنا اللي حرقوا هربوا من البلاد. وي. واش من عام جيت؟ جيت في 2015. وانت واش من جهة في البلاد؟ بلاد كابيلي. كابيلي. نو من الجزائر. واش من جهة من الجزائر؟ مبويرة. مبويرة خيار الناس. الله يسلمك خويا. كيفاه جيت خويا، كيفاه حرقت؟ فحرق كما ناس كامل اللي حرقوا فوالا، حرقنا خرجنا لا تركيا ولا تركيا. ابي كاين وين في الكرا، كاين وين في البحر، وحتى وين. تما رحتوا لا تركيا بالطياره ومن بعد من ثم تيراسر دخلتوا على لاكراس وحرقتوا ولا؟ لا ازمير ولا كراس وهي رايحه. وكيف رايح الحياه تاعك درك في ليل؟ الحمد لله والله الحمد لله. ولا الكواغ درت كواغ ولا ما درتش؟ ما قول درت كواغتي. درك هاك سون بابيي ولا عندك ريغولاريزي؟ ريغولاريزي وي. ايوا. ما عنديش بور لانستون، مي عندي توسيون كود. وكيفاه دير باش تخدم؟ عندك الحق تخدم ولا ما عندكش؟ نو ما عنديش الحق، بصح راني نخدم، كاين لي سوليسيون. اونوار بيان سور.
اوكي يا حبيت اونور حبيت ديكلاري. اه داكور. كش ما عندك كش ما عندك ميساج للاهل تاعك؟ با ان شاء الله يجينا هذا الولي كما يقولوا بلادنا بصح لازم تسكم الى تريحك لما نولوش ليها. والدي اذا نخدم والدي اذا نقدر نجيبهم نجيبهم لهنا. انت حاب الاهل تاعك تجيبهم يلعقوك لفرنسا؟ نجيبهم نجيبهم باذنك يلاه اذا ما تسكمش. وكيف البلاد راح نفرغوها مالها البلاد؟ البلاد نجيبوا كل اهلنا هنا وتبقى البلاد فارغه نخليوها لمليهم هما يديروها كولوني دو فاكونس. مي لو بوان ماشي بروبليم لو بوان لو بلان اللي ما حبيناش نفهموه البلاد غير تروح للهاويه. كي تشوف ناس يخرجوا اون فامي في البحر مع اولاد صغار ناس يموتوا صغار في البحر اكوش دي كوا علاه واش درنا واش داروا ناس كم من بلادنا كم ماتوا عليها رجال ماتوا عليها شهداء دم جرى خويا. بارك الله فيك خويا عبد الله يعطيك الصحه وربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله. معنا محمد من الجزائر. اهلا بك سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك خويا. واش راك سي جمال؟ لاباس خويا بخير الحمد لله يعيشك. انا حبيت نغير معاك. اتفضل. وراسك اسكي سي اس بوسيبل دافار فو كوردوني سي فو بلي. شوف مع حسين درك يعطيك التليفون تاعي ولا خلي له انت التليفون تاعك نعيط لك كل فرح وصوره. بارك الله فيك. اوكي عايشك. بارك الله فيك بخال خير سي. يعطيك الصحه. هوارية من وهران. اهلا بك هوارية مرحبا بك. اونفا مراه عيطتنا مراه واحده. كي راك لاباس؟ غايه اختي وانت يا كي راكي؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. شوف خويا باغي نقول لك على حاجه باش ديروا لنا ايميسيون على ولادنا هادو اللي راهم في الحبس. دروك هما دروك حنايا الدوله اللي قبضت عندها 100 غرام رطل كيلو هادو كانوا في ديارهم. وحنايا ولادنا قبضوا عندهم غرامات. يضربوا بثمان سنين 10 سنين 15 من يجي خارج يخرج شهر يقعد في دارهم تحبس عليه لا بوليس ترفع من الزوقه تديه على واش؟ يديروا له هنا مونت 200 مليون 500 مليون 300 مليون علاه كيما هكا؟ ها هذه هي الوطن تاعنا هذا اللي ماتوا عليه الشهداء دوك اللي قبضت عندها 100 غرام الله يسهل عليك رطل الله يسهل عليك كيلو الله يسهل عليك دير كيما بغيت بس على بالغرامات تدي له كيما هكا. بارك الله فيك اختي حورية مسمعوك خاوتك الجزائريين على كل حال. بارك الله فيك. هذه اخر مكالمه وصل الوقت ولكن قبل ما نتفارقوا ماذا بيا ندير لكم هدايا هدايا كيما يقولوا. الحمام اذا نسى الولفة من بعد الحب والشغب خلاني في الحزن وجفا من دون دواس الأخلاف هذا تحقيق بيشوفا شكيت دارول الثقاف هذا تحقيق بيشوفا شكيت دارول الثقاف أشند العار عيب كشفا يا ناس بلادي يا سخاف درتوها مرتبة وحرفة انكرتوا الخير والصناف سمتكم ما سوات علفة في سوق السبت وجياف ما يصحبه ولا معرفة ما ينسبه ولا حلاف كيفاش القلب عاد يصفى كي قطعتوه بالطراف من يصحبكم راح بالفا والرال مسبقة بقاف يا ضيف الله جوز تدفى رد سلامي لا تخاف ياك حنا نايضين شرفا والله ما نخيب الضياف ارتاح انا بغير كلفه
وترك عليك دلحة ترك عليك دلحة يحسبوا الشيخ ما يفيد عدوه يخرف قنديل مات وانطفق والشيخ سامع القصيد نور وما يكسب ما بين الصبح والعشية والناس يحسبوا الشيخ ما يفيد عدو يدرف قالوا سيفور شحفة والشيخ سامع القصيد ما زالوا يدف بسيفه بالراق في الثنية ديما معروف يحسبوا الشيخ ما يفيد كثور الشرف رحاو الموس بالخطر والشيخ سامع القصيد ما هوش مكدف ما هوش غنيمة الضحية وما هوش الضحية